أهلا بكم. محادثات يجريها مسؤولون في الاتحاد الأوروبي منذ أسابيع على أمل التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة عقوبات جديدة على روسيا، بما في ذلك فرض حظر على واردات نفطها. آخر الاقتراحات كان حظر تسليم النفط الروسي إلى دول الاتحاد عن طريق البحر بحلول نهاية العام، لكنه يستثني النفط الذي يتم تسليمه عبر خط أنابيب روسي يمد المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك. الأمر الذي يبدو أنه سيتم الاتفاق عليه هو دعم الزعماء لحزمة قروض الاتحاد الأوروبي بقيمة 9 مليارات يورو حتى تتمكن أوكرانيا من الحفاظ على استمرار عمل حكومتها ودفع الرواتب لمدة 2 شهر تقريبا، وأيضا دعم إنشاء صندوق دولي لإعادة بناء أوكرانيا بعد الحرب وبحث إمكانية مصادرة أصول روسية مجمدة لهذا الغرض، وتسريع العمل لمساعدة أوكرانيا على نقل حبوبها خارج البلاد إلى المشترين العالميين، وأيضا استكشاف طرق للحد من ارتفاع أسعار الطاقة. ومع مخاوف تزايد الطلب والاضطرابات الحاصلة، واصلت أسعار النفط ارتفاعها لتلامس 120 دولار لمزيج برنت، بينما الخام الأمريكي الخفيف أيضا ارتفع لهذا اليوم فوق 115 دولار للبرميل. الذهب واصل ارتفاعه بدعم من انخفاض الدولار وسط ترقب تقرير الوظائف الأمريكي لهذا الأسبوع. ونرى اليورو دولار أيضا على ارتفاع طفيف بنحو 20 النقطة المئوية. أما الأسهم الأوروبية فقد ارتفعت خلال تداولات، رغم أن هناك بيانات الاقتصادية أشارت إلى تسارع التضخم في المنطقة، ووصلت دعوات من أعضاء مجلس المركز الأوروبي لرفع معدلات الفائدة. أيضا سجل مؤشر أسعار الغذاء الشهرية الفاو زيادة بنسبة 12.6% بين شهري فبراير ومارس، بما يمثل أعلى مستوى له منذ إنشائه في عام 1990. ينضم إلينا للمزيد السيد محمد حشاد، مدير قسم الأبحاث والتطوير في نور كابيتال وعضو الجمعية الأمريكية للمحللين الفنيين. أهلا وسهلا بك محمد. أهلا بك دليل. البيانات تشير إلى أن نسبة النقص في واردات روسيا إذا ما افترضنا أن تم حظر النفط الروسي هي لا تتجاوز 4.5% إنتاج روسيا بالنسبة للإنتاج العالمي، فلماذا هذا التخوف من النقص في الإمدادات؟ التخوف من نقص في الإمدادات هو الذي قاد أسعار النفط الخام الأمريكي تحديدا إلى أعلى مستوى لها منذ 2 شهر، نشاهد برميل نفط فوق مستوى 116 دولار و30 سنت للبرميل الواحد. هناك سببين رئيسيين للتخوف. السبب الأول هو شح الإمدادات وخاصة في الوقود، تحديدا مع اقتراب الموسم الصيفي، موسم الطلب الصيفي من الولايات المتحدة الأمريكية ومن أوروبا، بيجعل دائما فكرة تراجع أو انخفاض المعروض النفط في الأسواق بتسيطر على أذهان المتعاملين. السبب الثاني الرئيسي، حتى ولو كانت نسبة الواردات لا تتخطى 4.5%، ليس هناك بديل للنفط الروسي. النفط الروسي يعتبر لاعب أساسي في أسواق النفط العالمية، وإذا وجدنا يعني هناك بدائل زي النفط الإيراني أو حتى النفط من فنزويلا، أعتقد أنه قد يحتاج إلى سنوات عديدة تحديدا في النفط في فنزويلا بعد الحظر القادم من الولايات المتحدة الأمريكية على النفط الفنزويلي، قد يحتاج إلى السنوات أو العديد من السنوات، وأيضا يحتاج إلى ضخ استثمارات مالية ضخمة قد تتخطى 250 مليار دولار أمريكي حتى تعود فنزويلا إلى إنتاج فقط ما يقرب من 2 مليون برميل يوميا، وبالتالي هذه التخوفات اللي بتدعم دائما أسعار النفط. طيب محمد، أسعار النفط تواصل ارتفاعها، يعني لامست وصلت ل 120 وهناك تخوفات بأن تصل لمستويات 2008. هذه الارتفاعات بالمقابل يقابلها ارتفاع بالتضخم في دول عالمية، وهي تحاول مركزياتها كبح هذه الارتفاعات، فهل ستستطيع هذه المركزيات بالفعل كبح هذا التضخم؟ التوجه الحالي لكافة البنوك المركزية هو التوجه إلى رفع أسعار الفائدة، وعلى رأسهم الاحتياطي الفيدرالي اللي بيواصل رفع أسعار الفائدة لكي يسيطر على مستويات التضخم. ولكن دليل، رفع أسعار الفائدة يعني ليست بالعصا السحرية التي تستطيع الضغط على مستويات التضخم وأن تعود إلى المستويات المستهدفة عند 2%، ولكن قد نشاهد مزيد من التحركات، يعني قد تفوق توقعات الأسواق، قد تلجأ البنوك المركزية أو الحكومات إلى زيادة الضرائب وحتى العودة إلى عمليات السوق المفتوحة.
طيب محمد، هناك بيانات اقتصادية مهمة منتظرة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع قد تؤثر على قرار الفيدرالي في الاجتماعات المقبلة، ما رأيك؟ ما هي التوقعات؟ بننتظر بيانات الوظائف الأمريكية ومعدلات البطالة. أعتقد أن مستويات البطالة قد تواصل في التراجع ما دون مستوى 3.5%، وحتى إن كانت يعني بشكل شخصي أتوقع أن بيانات الوظائف الأمريكية قد تكون مخيبة للأمال، ولكن دليل في كلا الأحوال لن تؤثر على قرار الفيدرالي فيما يخص رفع الفائدة أو لا. الفيدرالي مستمر في رفع الفائدة كما ذكر مقابل، ولكن قد تؤثر فقط في مقدار الرفع، هل فوق 50 نقطة أساس أو ما دون 50 نقطة أساس. محمد حشاد، مدير قسم الأبحاث والتطوير في نور كابيتال وعضو الجمعية الأمريكية للمحللين الفنيين، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.